منذ تأسيسها وحتى اليوم لا تزال المملكة العربية السعودية مصدراً للعطاء ومملكة للإنسانية ومحوراً بارزاً في القوافل الإغاثية لمختلف دول العالم الإسلامي، حيث أثمرت مؤخراً القافلة الطبية السعودية والمكونة من 5 أطباء عيون سعوديون، وهم الدكتور سعيد الودعاني والدكتور سمير المنصور والدكتور رائد العمير والدكتور سعيد القحطاني والدكتور عمر العباسي، والذين تمكنوا خلال 7 أيام من إجراء 515 عملية ماء أبيض لمكفوفين من مختلف الأعمار فقدوا إبصارهم منذ سنوات لضعف الإمكانيات المادية والكوادر الطبية وصعوبة تواجدها ضمن الكثير من المناطق النيجيرية المسلمة، حيث أنه كان يتم تجهيز المرضى وفحصهم يومياً بدءاً من الساعة 7 صباحاً، ثم تستمر العملية الجراحية حتى 8 مساءً، ويتم الإطمئنان على المرضى في اليوم 2 والتأكد من سلامتهم ونجاح العمليات وتوجيه التعليمات وتقديم العلاجات والأدوية المجانية. وكانت القافلة تهدف لإجراء 400 حالة، إلا أن حماسها وتأثرها بأوضاع المنطقة ورؤية الأثر على الجاليات المسلمة جعلها تتعدى الطاقة الاستيعابية لها لتصل إلى 515 حالة في إنجاز متميز وحافل بالنجاح.